مستقبلنا ومستقبل أبنائنا رهين اليوم بمنتوجنا الفلاحي، رهين بحسن تعاملنا مع الأرض والماء، خصوصا ونحن نعيش تراجعا حادا في السلة الغذائية العالمية، ولم تعد المقدرات الطبيعية تكفي لسد الطلبات المتزايدة على الغذاء. تعتبر شركة مصنع الفلاح من الشركات الرائدة في مجال تقنيات السقي الفلاحي بالمغرب، فمنذ تأسيسها أعطت قيمة مضافة للفلاحة السقوية المحافظة على الماء عبر ما تنتجه من مواد وآليات استعملت فيها أحدث التقنيات العصرية. ولم يكن انخراط شركة مصنع الفلاح في دعم مخطط المغرب الأخضر اعتباطيا، بل جاء متناغما مع أهدافها المسطرة. من بين الأهداف اللي جاء بها مخطط المغرب الأخضر، أولا التنمية الفلاحية، تنمية المدخول بالنسبة للفلاحة، اقتصاد على الماء. في هذا الإطار جات شركة مصنع الفلاح، منتوجات ديالها هي كلها كتساهم في هذا الشيء. أولا كتساهم في تحسين المدخول ديال الفلاح، بحيث أنها كتقتصد في الطاقة المائية دياله، ما كيستعملش الماء بكثرة، وكتكون عنده الغلة وفرة لأن المنتوجات ذات جودة عالية. استطاعت شركة مصنع الفلاح بفضل خبرائها وأطرها وطاقمها الإداري وفي ظرف وجيز أن تصنع لنفسها مكانة متميزة وسط المهنيين والمركبين والفلاحين، حيث أصبح لعلامتها التجارية عظيم الأثر والتقدير بالسوق الوطني. تسمير شركة مصنع الفلاح مجموعة من القيم والمبادئ، من بينها أولها هي الحرص على الجودة، الجودة في المواد الأولية، والجودة في المنتوجات، والجودة في الخدمات. وهذا الشيء كل شيء كيصب في الهدف الأسمى ديال الشركة ديالنا، اللي هو إرضاء الزبون والخدمة ديالها. الجودة هي الركيزة بالنسبة لشركة مصنع الفلاح، والدليل على ذلك هو توفر شركة مصنع الفلاح على شهادة الإيزو، واللي كتعتبر بمثابة اعتراف دولي لجودة المنتوجات ديالنا، بحيث أن هذه الشهادة كتحتم علينا أن جميع المنتوجات ديالنا تكون خاضعة للمعايير الدولية. كذلك كتحتم علينا هذه الشهادة مجموعة من الإجراءات، أهمها تسليط الضوء على العامل البشري من أجل رفع مردودية دياله، ذلك بتفعيل واحد برنامج ديال التكوينات اللي كيكون شامل لجميع العمال، واللي كيخص جميع المجالات اللي كتهتم بها شركة مصنع الفلاح. تقنيات حديثة ومتنوعة وعمل دائم ومتواصل، ذاك الذي تقوم به شركة مصنع الفلاح لتلبية حاجية زبنائها من موزعين ومركبين وفلاحين. فالشركة تسهر وبشكل مستمر على مواكبة التقدم والتطور الحاصل في مجال السقي بالتنقيط، ولهذه الغاية فإنها تسعى لكي توفر لزبنائها منتوجا عصريا متقدما وبكلفة جيدة. تتوفر شركة مصنع الفلاح على آلات ذات تكنولوجيا عالية اللي كتخلينا أننا نكون منافسين في السوق، نقوم بتوفير منتوجات الزبناء في الوقت المناسب، كما كنتوفر على آلات اللي هي أوتوماتيكية اللي كتسهل على العامل العمل بها. لقد راعت شركة مصنع الفلاح الجودة في العمل في جميع مراحل الإنتاج،
عبر مختبر متخصص ومراقبة دورية دائمة لعمل الآلات والأفراد، وعبر تكوينات متخصصة ومهنية لطاقمها المتميز. احنا في شركة مصنع الفلاح كان حرصوا على اختيار مواد أولية ذات جودة عالية اللي كتمكننا من أننا نجو منتوجات ذات جودة عالية، وذلك عن طريق اختيار يعني ممولين اللي معروفين عالميا. وأثناء استقبالنا للمواد الأولية كنقوموا بمراقبتها في المختبر اللي كنتوفروا على آلات اللي كتمكننا من مراقبة هذه المادة الأولية من ناحية جميع المميزات التقنية ديالها اللي كتخلينا نعرفوا واش هذه المادة الأولية صالحة للاستعمالات ديالنا أو غير صالحة. تتنوع منتوجات مصنع الفلاح وتتشكل لتلبي متطلبات الفلاح في الحصول على محصول جيد يراعي البيئة ويحافظ على المياه. المنتوجات ديالنا هي محطوطة في جميع الأماكن ديال المغرب. يمكن الفلاحة يسولوا الناس اللي جربوا المنتوجات ديالنا وراه ما غادي يسمعوا على الخير، وحتى اللي ما سمع على حتى حاجة هي كنصحوا باش ياخذ مبادرة ويستعملها. لقد أصبحت منتوجات مصنع الفلاح بفضل جودتها وفعاليتها محط اهتمام الموزعين والمهنيين والتجار، فقد وجدوا فيها ما يستجيب لحاجياتهم التجارية ويلبي في نفس الوقت حاجيات زبنائهم من الفلاحين، وهو ما جعل بالتالي علامة مصنع الفلاح حاضرة بقوة في جل مدن المملكة. احنا كموزعين كنتعاملوا مع عدة شركات، لقينا أن هناك مصنع فريد من النوع ديالو هو مصنع الفلاح، من ناحية التعامل ديالو، من ناحية الوكلاء التجاريين ديالو، أي حاجة طلبناها لهم كتجيك حتى لعندك بلا ما تعذب. على سبيل المثال غادي ناخذوا الكوتور ديال بيتزارو، هذا الكوتور اللي كنصح به إخواننا الفلاحة باش يستعملوه في الضيعات ديالهم، أنه اقتصادي أولا في الثمن، ما كيستهلكش بزاف الماء، وكيكمل الري ما بين الكوتورة والكوتورة. فيه مختلف الأنواع، فيه ديال 40 وفيه ديال 60 وغادي يمشي حتى المترو. كنصح الشركات الموزعين باش يقتنوا عند مصنع الفلاح المنتوجات ديالهم الرائعة. ليست الجودة والسعر المناسب فقط ما يبحث عنه الزبناء، بل إن سهولة تركيب تلك المنتوجات في الضيعات الفلاحية هو أهم ما يشغل بال المركبين للتجهيزات الفلاحية. هذه الميزة تتوفر عليها أيضا منتوجات مصنع الفلاح، فسهولة تركيب تلك المعدات الفلاحية يشهد به المركبون ويؤكدون عليه باستمرار إلى جانب الجودة والسعر المناسبين. انا معلم ديال الكوتاكوت وكنعرف اي حاجه ديال القادوس نشوفو غير بعيني نعرف مزيان ما مزيان. مصنع الفلاح عندهم القادوس لا مارك مزيانه، وهذا الشيء كنتحمل المسؤوليه ديالو.
حنا كنخدموا قطارات بزاف، كنخدموا 60 قطار كما تشوفوا، 70 قطار، 20 كنخدموا مع الفلاح، كنخدموا في الشتو، كنخدموا كنتعاملوا مع مصنع الفلاح. الفلاح ما كيعيش لينا، يقولش لينا اجوا عندي باراسيون ولا القطور ديال مصنع الفلاح كيدير فرابيسيون 4 بار وعندهم القطور مزيان، وكما كتشوفوا في كيديروا فيه الناس البطاطا، كيديروا الناس الدجاج، كيديروا اي حاجه كتجي فيه الغله كتجي مزيانه. مصنع الفلاح 10/10. إن غاية شركة مصنع الفلاح هي مساندة ودعم الفلاح لتحقيق أعلى مردودية عبر منتوجات بجودة جيدة وسعر مناسب ومردودية عالية، ومنها تحقيق أهداف التنمية الفلاحية والاقتصادية لبلادنا. هي عندها جودة ديالها فهاد الأنابيب وهاد الري وهاد جميع الحركة ديال الري، راه هي عندها جودة طيبة ومزيانة، ما في عندناش فيها لا في التيود ديالها ولا في الأنابيب ولا في جميع الحركات ديال الري ديال السقوي، راه ما مزيانين لنا. هي الخدمة ديالها والجودة ديالها في الري ديالها راه أحسن. كنصح الفلاح يتعاملوا مع هاد الشركة ديال مصنع الفلاح، لأن هي راه حنا دابا كنا خدامين 3 سنين وحنا كنطلقوا في الماء ديالها كنخيو 5 قطار لكل موتور، وما كنلقاو حتى شي فويض، الكومبريسور يطلع 3 الكيلو، ما لقاو حتى شي مشاكل في التيود ديالها ولا في الانابيب ولا جميع الخدمات ديالها اللي زاديه. العلاقه ديال شركه مصنع الفلاح بالزملاء ديالها بالخصوص الفلاحين فهي علاقه طيبه مبنيه على الثقه ومبنيه على الاخذ والعطاء، هي علاقه ديال الشراكه اللي اصبحت تربطنا بالزملاء ديالنا. وتظل شركة مصنع الفلاح شركة مواطنة تحقق التنمية الفلاحية، منخرطة في مخطط المغرب الأخضر، ومساهمة في زيادة السلة الغذائية الوطنية وكذا العالمية عبر منتوجات محترمة للبيئة ومحافظة على الثروة المائية. مصنع الفلاح مصنعنا، مصنع الفلاح مصنع كل الفلاحين.